كانت صدمة الحضور إن مؤلفة الكتاب حنان مفيد فوزي ما حضرتش الحفل. لحد ما الكاتب الكبير مفيد فوزي أعلن وقال إن حنان حصل لها حادثة وهي جاية، وطبعا ده اللي خلى كل اللي كانوا متواجدين في الحفل قالوا إن العين صابتها. بعتذر اعتذار كبير عن عدم مجيء حنان. الفرملة الجامدة اللي عملتها أثناء السواقة عملت كدمات في وشها، الكدمات في العينين، كمدت ما كمدت، مساجات ما مساجات، كل ده لا يسمح إطلاقا بأنها كتير. انتشر أكثر من خبر عن وجود أزمة في مسلسل أستاذ ورئيس قسم بسبب انسحاب هيثم أحمد زكي من بطولة المسلسل بسبب خلافات على الأجر. وفي كلام تاني انتشر خلال الفترة دي وقال إن السبب هو خوف هيثم من الزعيم داخل كواليس المسلسل، إنه قد قالوا لا يمكن لأي ممثل إنه يفرط في الفرصة دي. ولكن أصر هيثم زكي الانسحاب في هدوء مما أحدث ارتباكاً في كواليس التحضير للعمل. بعد كده تم ترشيح من عادل إمام للفنان ياسر فرج ليؤدي الدور، فاندلعت مشادات بينه وبين المخرج وائل إحسان بعد أن رفض إحسان هذا الاقتراح لأسباب فنية. وعلشان نعرف تفاصيل أكتر عن الحكاية دلوقتي معنا الكاتبة الصحفية مها متبولي. ألو، مساء الخير يا أستاذة مها. مساء النور، أهلا وسهلا بيكم، كل سنة وأنتوا طيبين. مساء الخير يا أستاذة مها. أهلا بحضرتك. أهلا بأهلا أستاذة مها. عايزين نعرف منك إيه أصل الحكاية، إيه الموضوع؟ أصل الحكاية إن عادل إمام زي ما الناس كلها عارفة داخل مسلسل في رمضان اسمه أستاذ ورئيس قسم، وبيكتب القصة يوسف معاطي وبيخرجها وائل إحسان. والمفروض من الترشيحات اللي كانوا أجمع عليها شركة الإنتاج والمؤلف والمخرج والنجم إن هيثم زكي هيقوم بدور ابن عادل إمام، وهيلعب شخصية الشاب الثوري المتمرد اللي هيقع مشاكل كتيرة بينه وبين أبوه. تمام. والحياة ماشية بيس وكله كويس، فجأة لقينا لك هيثم زكي اعتذر وقفل تليفوناته واستخبى. طبعا ما كانش فيه اي خلاف على الفلوس ولا اي خلاف على مساحة الدور او حاجة في الدور اللي كانت بيوسف معاطي والشركة المنتجة شركة سينيرجي. طب ايه سر اختفائه يا استاذة مها؟ يعني ايه اللي حصل بالظبط غير انه كانوا متفقين معاه؟ ايه اللي لخبط الموضوع كده؟ محمد امام بقى في هو صديق صديقهم خالد سرحان، فقال لهيثم تعالى اقعد عندي شويه ورتب لقاء بينه وبين محمد امام، وقعدوا يقولوا له انت اعتذرت كتير وانت كذا، وفضلوا وراه. طلعت القصه كلها تتلخص في الخوف، خاف من عادل امام، خاف على احمد زكي، خاف عادل امام يهزر يقوم مثلا يحرجه. بصي ركزت الفكره كلها في الخوف والتوتر. وخليكي مصدقاني هي كانت في كده. فطبعا طيب. عادل امام لما عرف الحدوته دي راح رافع سماعه التليفون ومكلمه، قال له ده انت ابني وانت زي رامي وزي محمد وانت ابن احمد زكي زكاوه، واداله الاطمئنان النفسي الرهيب اللي بناء عليه رجع تاني للمسلسل. يعني هو كلمه على أساس أنه يعني يوطد العلاقة ما بينه وما بين هيثم، وطبعا دي حاجة جميلة من أستاذ عادل إمام علشان يقرب المسافات شوية. هو هو لقى كده، عارفة زي ما يكون ابنك مثلا وترعب من الامتحان. بس لكن ما ملهاش أي يعني علاقة. يعني يا أستاذة ما هي فكرة المواجهة ما بين هيثم أحمد زكي؟ ويعني المواجهة دي تعتبر كانت في الكواليس بينه وبين الزعيم. هيثم من النوع الخجول جدا والكرامته بتوجعه من اقل حاجه، وحساس زياده عن اللزوم. وعنده بقى احمد زكي شايله فوق دماغه، فاهم قصدي؟ فكلها افكار وحاجات فضلت تلعب في دماغه كده اهوت من خياله. لما خد فيها الاول قعد معاه محمد امام، لان محمد امام صديق لهيثم، هم اصدقاء جدا جدا، يعني اكتر ثلاثة اصدقاء في الوسط هتلاقي خالد سرحان وهيثم زكي ومحمد امام. فكانوا فقعد معاه فهم منه، نقل الصوره لوالده، والده راح مكلمه. تمام. طيب استاذه مها، برضو كان في يعني شائعات اخرى بتقول ان بعد انسحاب هيثم من المسلسل الزعيم رشح ياسر فرج. ده حقيقي؟
طب وايه اللي حصل؟ دي حقيقة. لا ما خلاص هيثم رجع لمكانه. تمام. طب هل وائل إحسان دخل في النص كده وحصلت مشكلة كبيرة ما بينه وما بين عادل إمام وقال لا أنا مش عايز ياسر فرج مثلا؟ هو طبعا مفضل هيثم زكي في الدور طبعا، لأن هو أكيد الترشيح الأولاني. معلومتك صح، معلومتك صح. هو فعلا وائل إحسان كان من الناس اللي هي متمسكة بهيثم زكي وبعد كده هو هيثم حتى لما عادل إمام كلمه كلم وائل إحسان وقال له أنا الأستاذ عادل كلمني قال له تعالى بقى احنا المفروض نعمل كذا وكذا وكذا واتفقوا مع بعض هتبقى الخطوات ماشية ازاي. طب آخر سؤال لحضرتك بما أنك طبعا واخدة انفراد كامل للموضوع، هل في أي مشاكل تانية غير مشكلة هيثم أحمد زكي والفنان الكبير عادل إمام؟ كانت قبل كده في مشكله اعتذار ميرفت امين. يعني كان في بعض الاعتذارات والمشاكل. ده المسلسل ده شاف اعتذارات ما شافهاش مسلسل لعادل امام. بنشكرك الكاتبه الصحفيه مهما تبولي وبنتمنى كل التوفيق طبعا لمسلسل استاذ ورئيس قسم لعادل امام. شكرا جدا ليكي وبالتوفيق دايما طبعا للزعيم عادل امام والهيثم احمد زكي. وبعد ما عرفنا كل الكواليس والتفاصيل والمشادات اللي حصلت في مسلسل عادل إمام بنختم النهاردة صح يا أحمد؟ للأسف. عموما استنونا بكرة في نفس الميعاد مع أخبار حصرية بس في عرب ويب.